Güzel paralar. Now I'm showing you the pulmonary function. We see bronchial asthma. Where respiratory failure. We see COPD or pneumonia and lung fibrosis. هنبدأ الأول بالبلمونري فانكشن. عايزين نتفق على حاجة إن وظائف التنفس بتاعتنا ثلاثة، كلمة اسمها فنتيليشن، وكلمة اسمها برفيوجن، وكلمة ثالثة اسمها ديفيوجن. الكلمة اللي اسمها فنتيليشن، لو احنا عملنا كده الاير واي، ادي التراكية، ادي البرونكاي، ادي وصلنا للترمينال برونكيول، ودي الفلس مفطانة هنا كده بإبيثيليوم، وفي نفس الوقت الدم وصل من الناحية الثانية، في هنا كابيلري مفطانة هنا كده في إندوثيليوم. دخول الهواء هنا اسمه فنتيليشن، وصول الدم كده اسمه برفيوجن، اختلاط الاثنين بعض اسمه ديفيوجن. يبقى دخول الهواء عشان يوصل لهذا المكان الالفيولو كابيلري ميمبرين، هذه كلمة اسمها فنتيليشن. الكلمة الثانية وصول الدم كده كلمة اسمها ديفيوجن، اختلاط الاثنين بعض كلمة اسمها ديفيوجن. عايزين نقول حاجة، كل حاجة من دول ليها أسباب تؤدي إلى ريسبيراتوري فيلير، وكل حاجة من دول لها اختبار خاص. بمعنى لما أقول لحضراتكم هايبو فنتيليشن قد تكون أوبستراكتيف أو قد تكون ريستريكتيف، هنتكلم عليها، وكل واحد من دول أصلا بيعمل ريسبيراتوري فيلير، أو يكون الهواء داخل عادي بس عندي مشكلة في وصول الدم زي بالموندري امبوليزم مثلا فيعيد وصول الدم هنا، يبقى انا عندي هايبو برفيوجن. او يكون الهواء دخل تمام ويكون الدم وصل تمام وجم عشان يعملوا ديفيوجن، بقى فيه مس ماتشنج نتيجه مثلا وجود هنا بالموندري، يكون مثلا بالموندري ديما، يكون عندي سيفير بالموندري كونجيشن، او حد عنده شوك اصلا، يعني بيكون حد عنده شوك يعني في سيفير بالموندري ديشن، الدم نازل لتحت مش عارف يوصل لهنا. المحصله في الاخر ان حصل عندي امبيرمنت والديفيوجن. اللي عايزين نوضحه في الجزئية دي ازاي نعمل assessment لعملية الفنتيليشن كانفستيجيشن، وازاي نعمل assessment لعملية البرفيوجن، وازاي نعمل assessment لمسألة الديفيوجن. بداية كلمة فنتيليشن، كلمة فنتيليشن دي عشان تعمل لها accurate diagnosis بتستخدم جهاز اسمه spirometry، وبتعمل حاجة اسمها pulmonary function test. وعلى فكرة ده سؤال، وسؤال هام جدا، spirometry عشان تتابع المريض فور فولو اب، بتعمل حاجه اسمها بيفر اللي هو جهاز اسمه فلو يعني فلو متر، خروج الهواء. البيفر ده كلمه واحده، هو جهاز عندي اقعد ينفخ فيه كده، دي صوره قدامكم، بيقعد ينفخ فيه ينفخ فيه ويجيب لي بارامتر اسمه بيك اكسبيراتوري فلو ريت. بيفر اختصار لكلمه بيك اكسبيراتوري فلو ريت، اختصارها او ترجمه بالعربي اعلى معدل لخروج الهواء مع الزفير في دقيقه، اعلى معدل لخروج الهواء مع الزفير في دقيقه. كلمه اسمها ايه؟ كلمه اسمها بيفر، ودي من الكلمات طبعا اللي بستخدم بيها اتابع بيها العيان. نيجي للكلام المهم بقى، كلمه الاسبيرومتري بيحسب لي شويه بارامترز كتيره قوي. البارامترز دول ما بين مسميين، في مسمى اسمه فوليوم، وفي مسمى اسمه كاباستي. في مسمى اسمه فوليوم ومسمى اسمه كاباستي. الفوليوم بيحسب حاجه واحده، الكاباستي هي مجموعه حاجات على بعض. بمعنى مش مهم هنبداها ازاي، بس انا هنظمها في الاخر، انا هنظمها بطريقه حلوه. بس الاول لو ده الكيرف بتاعي اهو، وانا قلت ايه، في حاجه اسمها ماكسيمم لانج كاباستي او توتال لانج كاباستي، وانا عملت المنظر ده، الخط ده، ده يمثل التوتال لانج كاباستي. بمعنى ايه يا اولاد؟ انا دلوقتي جيت خدت نفس كده جامد كده، بص الهواء اللي جوه الاير بتاعتي، يعني الهواء اللي ما تحوش جوه، كل الهواء ده اسمه ماكسيمم اللي هي التوتال لانج كاباسيتي بتاعتي دي كلها. يبقى ده التوتال، ده الحاجه الكبيره. حلو، لما انا دلوقتي باجي اخد نفس كده، مش انا بلعب في حوالي 500، بدخل 500 اخرج 500، مش ده الرينج بتاعي؟ يعني انا بلعب في اطار الكام؟ 500، فده اسمه تايدر فوليوم. حلو كده، يبقى الماكسيمم او التوتال لانج كاباسيتي ده كل حاجه، كل حاجه. ها لما اجي ان انا النفس الطبيعي بتاعي بلعب لي حوالي 500 سي سي هواء داخلين خارجين، ده اسمه تايدال فوليوم. طيب لو انا دلوقتي انا او اي حد من دوكو جيت عملت ديب اكسبيريشن، خد نفس جامد كده، خرج على الاخر، خرج هواء على الاخر، اللي انت عملته ده النفس الجامد اللي انت خرجته ده كده على بعضه اسمه فايتال كاباستي. حلو، لما انت خرجت الهواء ده كله، هل اتبقى
في هواء جوه اللنج. بقى هواء جوه اللنج اسمه ايه؟ اسمه ريزيديوال فوليوم. اسمه ريزيد بحوالي 1200 سي سي. طيب انت خدت نفس العادي، عارف النفس العادي كده؟ وخرجت. لو انت خدت نفس عادي وجيت عند الاسبيريشن وكملت، ده اسمه انسبيراتوري ريزيرف. يلا كمل. ها انت جيت خدت نفس عادي وبعد خرجت نفس وبعد الاكسبيريشن كملت. ها كملت، ده اسمه اكسبيراتوري. طب احنا تايهين، عايزين نقول ان احنا عندنا 5 فوليوم و5 كاباسيتي. الكلام السهل بقى، 5 فوليوم. اول كلمه تايدال فوليوم. يعني ايه تايدال فوليوم؟ كميه الهواء ان انا بعمل لها اكسبيريشن افتر نورمال انسبيريشن. هو في الظروف العاديه احنا قاعدين مفيش مجهود مفيش ستريس مفيش حاجه، بدل تاخد نفس وخرج. الهواء اللي باخده ده اسمه ايه؟ تايدال فوليوم. المتوسط بتاعه 500 سي سي، مش كده؟ في كلمه اسمها ريزيدوال فوليوم. ريزيدوال يعني الجزء الايه؟ المتبقي. بعد انت عملت ماكسيم اكسبيريشن بقى عندك شويه 1200 سي سي، ودول ربنا سابهم في اللنج عشان يمنعوا اللنج كله، فدول اسمهم ريزيدوال فوليوم او الاثنين فوليوم. في مشكله؟ واحد اسمه ايه؟ تايدال فوليوم، واحد اسمه ريزيدوال فوليوم. ثالث واحد اسمه انسبيراتوري ريزيرف فوليوم، ولازم اقول الرابع معاه اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. يعني ايه انسبيراتوري؟ مش انا عملت انسبيريشن وصلت لغايه هنا؟ ها لو انا كملت بعدها انسبيريشن لغايه لما وصلت للاخر، يبقى ده اسمه انسبيراتوري ريزيرف. يعني يعني احتياطي الانسبيريشن بتاعي. يعني عايز اقول لك حاجه، واحنا قاعدين كده ما بنستخدمش كل حته في المنطقه، مش بنستخدم الكباسيتي بتاعتنا، بنستخدم جزء منها، بنستخدم حته منها، جزء صغير منها. ها لكن انت ممكن تكمل، انا دلوقتي خدت نفس لغايه هنا، انا ممكن اكمل، لكن ده اسمه انسبيراتوري ريزيرف. في نفس الوقت انا خرجت الهواء، انا مش بخرج على فكره كل، يعني مش كل مره بسيب ال 1200 سي سي، مرات اسيب اكتر منهم، فانا ممكن اوصل ليه؟ ان انا احاول اخرج كل حاجه عندي. يبقى بعد ما وصلت للنورمال انسبيريشن وفضلت ادخل هواء اسمه انسبيراتوري ريزيرف، بعد ما وصلت للنورمال اكسبيريشن او فضلت اخرج هواء يبقى اسمه اكسبيراتوري ريزيرف. ملاحظين حاجه ان كل واحد من دول يعتبر ايه؟ حاجه. هو تايدال فوليوم يعني هو الهواء اللي داخل وخارج، هو 500 سي سي. ريزيدوال فوليوم ده فوليوم اللي قاعد. انسبيراتوري ريزيرف هو اللي بعد الانسبيريشن، والاكسبيراتوري اللي بعد الاكسبيريشن. بس ده الهواء اللي دخلته، ده الهواء اللي خرجته، ده اللي دخلته بعد الانسبيريشن، ده اللي خرجته بعد. طيب في كلمه اسمها دي مهمه شويتين وهنتكلم عليها، فورس الاكسبيراتوري فوليوم 1. كميه الهواء اللي بتخرج مع الاكسبيريشن افتر ديب انسبيريشن ان ذا فيرست سكند. ودي هنرجع لها، كلمه مهمه جدا. انا دلوقتي لو خدت نفس جامد جدا وجيت اخرج الهواء، باخد وقت كتير وانا بخرج، بحسب اللي انا خرجته في الايه؟ في الثانيه الاولى. اخلصوا لي من اول حاجه، الفوليوم بيحسب حاجه واحده، والفوليوم مثلا عندنا كام؟ 5. ها يا اما تايدال فوليوم، يا اما ريزيدوال فوليوم، ها يا اما الاسبيراتوري ريزيرف او عكسها اكسبيراتوري ريزيرف، يا اما حاجه اسمها فورس الاكسبيراتوري فوليوم 1. هقولها كمان شويه، في مشكله في الكلام ده؟ طيب لما اتكلم على الكاباسيتيز يبقى لازم ايه؟ مجموع حاجتين ثلاثه اربعه مع بعض، ماشي كده؟ بص يا دكاتره، مجموع الفايتال كاباسيتي مع ريزيدوال فوليوم اسمه توتال لانج كاباسيتي. حد معترض؟ هو يعني دلوقتي انا عملت ايه؟ ديب انسبيريشن مثلا، وجيت خرجت الهواء ده كله، كل الهواء اللي خرجته ده اسمه ايه؟ ها اسمه فورسد ها فايتال كاباسيتي. حلو كده؟ لما اجمع الفايتال كاباسيتي ده، فورسد فايتال كاباسيتي مع ريزيدوال فوليوم اللي قاعد عندي، يبقى دي الكاباسيتي بتاعت اللنج كلها واسمها توتال لنج كاباسيتي. يعني ايه اولاد فايتال كاباسيتي؟ ان انا بعمل ديب انسبيريشن ثم اعمل ديب اكسبيريشن. ها الهواء اللي خرج مع هذا الديب اكسبيريشن انا بسميه فايتال كاباسيتي. لو العين قاعد يعمله كذا مره ويعمله بعمق يبقى اسمه فورسد. يبقى الفايتال كاباسيتي كميه الهواء اللي بتخرج بديب اكسبيريشن افتر ديب انسبيريشن. لو كان عملتها كذا مره وفورسد اكسبيريشن جامد وقعدت اكررها واخد اعلى قياس يبقى اسمها فورسد فايتال كاباسيتي. وهذا الرقم مهم هنحتاجه كمان شويه، يعني هحتاج ده وهحتاج ده كمان شويه. دول على فكره من الارقام المهمه جدا. حلو الكلام؟ طيب في حاجه اسمها انسبيراتوري كاباسيتي. انسبيراتوري كاباسيتي، انسبيراتوري كاباسيتي. ها هتجمع التايدال فوليوم مع الانسبيراتوري ريزيرف. يلا مين هيقول لي يعني ايه انسبيراتوري كاباسيتي؟ التايدال فوليوم مع عشان الوقت كان عندي احتياطي للانسبيريشن، لما احط مع التايدال فوليوم الطبيعي يبقى ده انسبيراتوري ريزيرف. طب يعني ايه انسبيراتوري؟ بس هو يعني انسبيراتوري كاباسيتي كلها بقى على بعضها، بجمع التايدال فوليوم مع، طيب امال الانسبيراتوري هي قدره الرئه انها تخرج هواء قد ايه؟ طيب بص يا دكتور، انا استفاد ايه من الكلام ده؟ انت عمال تقول لي ارقام، عمال تقول لي ارقام، انا هعمل انتربريتيشن ازاي؟ ركزوا بقى في الحته دي، هي الاهم
ودي اللي عليها العين ودي اللي داخله معانا في اطار حاجات كتيره جدا. بس هو الفكره دي عند الاولاد قبل كده سؤال سبايرومتري ب 5 درجات. ها سبايرومتري الجهاز اللي بيستخدم لاسسمنت اوف بالمونري فانكشن. بص يا دكاتره انا بحسب حاجه اسمها فورسد فايتال كاباسيتي ثم فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 ثم اطلع منهم حاجه اسمها تايمد فايتال كاباسيتي او اسمها القديم فورسد اكسبيراتوري ريشيو. الثلاثه دول هم الاهم وفي اشياء اخرى. الفورسد فايتال كاباسيتي كميه الهواء اللي خرجت بديب اكسبيريشن افتر ديب اكسبيريشن كانت تقريبا 5000. الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 هو كميه الهواء اللي خرجت في الثانيه الاولى تقريبا 4 لتر. دي كميه الهواء كلها اوكي كانت قد ايه؟ 5 لتر. طب اللي خرج في الثانيه الاولى 4 لتر. بدل ما اقسم الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 على الفورسد فايتال كاباسيتي هتساوي تقريبا من 75 الى 80%. تاني اللي خرج في الثانيه الاولى بقسمه على التوتال. مفهوم الحته دي؟ طيب لما نقف وقفه كده ونقول واحد عنده اوبستراكتيف اير واي ديزيز فايه اللي بيحصل له؟ يبقى عنده فيزيكولار بريثنج ويز برولونجد. قلنا له خد نفس خد نفس خرج الهواء اللي عندك خرج الهواء اللي عنده. بس هو بيخرج الهواء اللي عنده خد ايه؟ خد وقت طويل بس اوكي. بس خرج الهواء كله ولا لا؟ خرج كله بس خد وقت اطول. حلو. طيب بما انه خد وقت اطول نصيب اللي خرج في الثانيه الاولى زاد ولا قل؟ اقل. فبالتالي الفورس الاكسبيراتوري فوليوم 1 قل فاصبحت النسبه دي اقل من 70 او اقل من 75%. ودي معناها ان هو عنده اوبستراكتيف اير واي ديزيز. كمان مره انا بقسم اللي خرج في الثانيه الاولى على ليه؟ على التوتال. المفروض ان هو يكون من 75 الى 80%. لقيته اقل من 75 يبقى انا معايا اوبستراكتيف اير واي ديزيز. ما اسكتش بقى اروح مدي عند برونكو دايليتور واعيد تاني. لو اتحسن بنسبه اكتر من 15% حاله برونكادايليتس. اتحسن بس اقل من 15% يبقى حاله سي او بي دي. عشان كده انفستيجيشن اوف تشويس لحالات السي او بي دي هو البالمونري فانكشن بالسبايرومتري. واهم رقم بنلعب عليه هو ده الفورس اكسبيراتوري فوليوم 1. عارفين كتابكم مارج قالوا الديفينيشن ايه اوف سي او بي دي؟ بيرزيستنت ديكريزنج ان فورس اكسبيراتوري فوليوم 1. بيرزيستنت لازم تبقى حاجه عشان يفرق بينها وبين البرونكيال ازمه. البرونكيال ازمه بتروح وتيجي لكن هنا ايه؟ الموضوع هيبقى مستمر. مفهوم الحته دي ولا لا؟ طب الحته الثانيه لو واحد عنده اوبستراكتيف اير واي ديزيز وانا حسبت له البارامترز دي وشخصت له اوبستراكشن قلت البرونكيال ازمه وسي او بي دي من البارامترز الاخرى اللي بعملها يا ولاد بعمل حاجه اسمها ريزيديوال فوليوم. ايه ريزيديوال فوليوم ده؟ هو الهواء اللي قاعد في الرئه بعد الديب اكسبيريشن. هل في هواء قاعد؟ اخباره ايه مع السي او بي دي ومع البرونكيال ازمه؟ يبقى ريزيديوال فوليوم هيبقى عالي لان اصلا هي اللنج بقت كبيره. اللي عنده انفيزيما اللنج بتاعته كبيره فالريزيدوال فوليوم بيبقى كميته عاليه. يعني طب قولوا لي كده بقى بسرعه يعني اللي عنده سي او بي دي البلمونري فانكشن عامله ايه؟ تقريبا الفورس فايتال كاباستي نورمال او سب نورمال بحاجه بسيطه. الفورس اكسبيراتوري فوليوم 1 قليله قوي وبالتالي التايم تو فايتال كاباستي اقل من والامبروفمنت بعد البرونكو دايليتور اقل من 15% والريزيدوال فوليوم هيبقى ده المطلوب. خلصت ده اسمه اوبستراكتيف باتر. طب يا دكتور ريستريكتيف واحد عنده فايبروز او كولابس فايبروزس ريستريكتيف ايه اللي بيحصل؟ هو اللي عنده ريستريكتيف اصلا لما جه ياخد درجه وخرج هواء هو اصلا مش عارف يدخل كويس بس دخلوا شويه غريب فاللي جه خرجهم لقى الفورس فايتال كباسيتي مثلا بتاعته مثلا يعني مثلا 2 لتر بس جه عشان يخرجهم خرجهم يعني ممكن يخرج ال 2 لتر كلهم او 1.9 او 1.8 يخرجهم كلهم في الثانيه الاولى. اصبح التايم تو فايتال كباسيتي بتاعته اقل من كام؟ اقل من سوري اكتر ده واحد نورمال 80% او حتى بص يا دكتور عايز اقول لك حاجه ده ساعات يدخل 2 لتر وخرج ال 2 لتر 100% يعني اكتر من 80%. يبقى لو كانت التايم تو فايتال كاباسيتي فوق ال 80% يبقى الحاله بتاعتي ريستريكتيف. كيف تفرق الاوبستراكتيف اير واي من الريستريكتيف اير واي؟ عن طريق البلمونري فانكشن. البلمونري فانكشن يقول لي دي حاله اوبستراكشن ويفرق البرونكيال ازمه من السي او بي دي ويقول لي ريستريكشن. بس اكمل الريستريكشن انا خدت شويه هوا صغيرين وخرجتهم كلهم فاصبح الرقم بتاعي فوق ال 80% اخبار الريزيدوال فوليوم. ها ما عندوش حاجه اصلا الريزيدوال فوليوم اللي عنده فايبروزس اللي عنده كولابس الهواء اللي قاعد في اللنج اخباره ايه اصلا؟ يبقى انا معايا لو ريزيدوال فوليوم. خلصت الحته دي اطمن. يبقى قولوا لي فوليوم 5 فوليومز فايبر فوليوم ها ريزيدوال فوليوم فايبر ريزيرف فايبر ريزيرف وانفورد فايبر فوليوم قولوا لي 5 كباستيز بقى احنا زودنا واحد اهو 5 كباستيز اول واحد دول توصل لانجا بس اللي هو بياخد كل حاجه
او عندي اللي هو الفايتال كاباسيتي او فورس الفايتال كاباسيتي، وعندي اللي هو الانسبيراتوري كاباسيتي والاكسبيراتوري كاباسيتي، وعندي ده اسمه تايم فايتال كاباسيتي. يبقى عندي خمسه كاباسيتيز وعندي خمسه فوليوم، تبقى عارفهم. واهم حاجه تبقى عارف الانتربريتيشن دي اوبستراكتيف ولا ريستريكتيف. لو جالي ريسبيراتوري فيلير وعايز انفستيجيشن فور فنتيليشن، هيبقى ده حالات البرونكيال ازمه وحالات السي او بي دي والفايبروز والكولابس، هو ده اسمه سبايرومتري فور اوبستراكتيف وريستريكتيف. خلل في البرفيوجن، برفيوجن يعني وصول الدم. يبقى انا عايز اشوف حاجه تشوف الدم، والدم بيوصل معايا عن طريق البلمونري، بعمل بلمونري انجيوجرافي، بلمونري انجيوجرافي. ها او ممكن اعمل حاجه اسمها بلمونري برفيوجن سكان. برفيوجن سكان يعني انت بتشوف عن طريق الجاما كاميرا، بتدي ماده مشعه وتشوف الدم وهو ماشي وبيدخل في اللنج، وتقعد تصوره وتقول البرفيوجن سكان زي بتاعت الثاليوم، بس عن طريق مين؟ على مستوى مين؟ على مستوى البلمونري، وتشوف دخول الدم اكبره ايه. عايز تعمل اسسمنت للديفيوجن، هي كلمه واحده سي او ترانسفير فاكتور وفامولي. بدل العيان اللي هو السي او اللي هو الكربون مونوكسايد، اشمعنى؟ عندي شمو لانه ماده هي سريعه الديفيوجن، يعني الفيزوري بتاعتها عاليه جدا. حلو كده، انا بديله نسبه معينه من البولايزر بالجهاز واستقبلها في الدم بعد دقيقه، اشوف نسبتها في الدم قد ايه. المفروض نسبتها يبقى فيها رقم 25 مش عارف ايه بالكلام. لو لقيت نسبتها اقل من كده يبقى عندي ما عدتش كويس، وانا عندي خلل في حاجه اسمها ديفيوجن. يبقى كلمه الديفيوجن، الديفيوجن بعتبرها عن طريق حاجه اسمها سي او ترانسفير فاكتور، على اساس ان هو ماده سريعه الدم تعدي بسهوله، تعدي بسرعه. لو عدت اوكي نسبتها طبيعيه يبقى الديفيوجن كويس، ما عدتش يبقى عندي خلل في مساله الديفيوجن. شوف لما يقول لك تعمل اسسمنت البلمونري فانكشن، هتقول له عايز فنتريشن ولا برفيوجن ولا ديفيوجن، عايز كلمات. لما اقول لك فنتريشن سبايرومتري، بعمل بلمونري فانكشن تيست. لما اقول لك برفيوجن بلمونري انجيوجرافي او بلمونري برفيوجن سكان. لما اقول لك ديفيوجن عايز اعمل سي او ترانسفير فاكتور. ويقول لك اللي بيديك فكره عن الحوار ده كله الاي بي جي ارتيريال بلاد جاز. على اساس ايه يا ولاد؟ على اساس ايه؟ يعني الناس اللي عندها اللي عندهم مشاكل في الحوارات دي كلها يحصل لهم تشينجز في الاي بي جي، يخلصوا منها. ايه التغيرات اللي بتحصل في الاي بي جي؟ على حسب، لو كانت المشكله فنتيليشن ده اتجاه، لو كانت برفيوجن او ديفيوجن ده اتجاه اخر. لو كانت المشكله في الفنتيليشن بيحصل لهم هايبوكسيا، ما تكتبوش حاجه الكلام جاي، هايبوكسيا وهايبركابنيا. لو كانت المشكله في الديفيوجن او برفيوجن يبقى عندهم هايبوكسيا بس. ممكن نورموكابنيا او ممكن هايبوكابنيا. عشان كده احنا عندنا الريسبيراتوري فيلير نوعين. النوع ده هايبوكسيا بس بيسموه تايب 1، ده هايبوكسيا وهايبركابنيا. طب بس عايزين نفهم يا ولاد. واحد عنده سي او بي دي او برونكيا ازمه. يعني البرونكاي مالها؟ ضيقة، ركزوا معايا، المفروض ضيقة. هل هو عارف يدخل اوكسجين؟ طب عارف يفرغ سي او 2؟ يبقى لو هو عارف يدخل اوكسجين وعارف يفرغ فالمحصلة هايبوكسيا وهايبر. حلو كده؟ طب لو كان عندي مشكلة في الديفيوجن، انفيزيما مثلا، عندي مشكلة في اللي عندي انفيوجن، امبوليزم مثلا، في قاعدة بتقول أن الديفيوزابيليتي أوف سي او 2 أحسن بكتير، فبالتالي الأكسجين مش عارف يعدي، بس السي او 2 عارف. اصبحت المحصله بتاعت الهايبوكسيا ونورمو يبقى اسمها تايب 1 ريسبيراتوري فيلير. فهمتوا حاجه؟ يعني لما يكون الخلل هنا في البرفيوجن او الديفيوجن يبقى اسمه تايب 1، لما يكون الخلل في البرفيوجن يبقى اسمه تايب 2. هناخد نموذج حي عليها كمان شويه في حالات السي او دي، بس افهمني المعنى. المعنى اجمالا بيقول كده ان انا عندي نوعين، ده اسمه تايب 1 هايبوكسيا بس، وده تايب 2 هايبوكسيا او هايبركابنيا. عشان بس دي انترودكشن مهمه للدروس اللي جايه كلها داخله معانا النهارده، نقعد نتكلم على الحوار ده كتير. لما اجي اقول بالمونري فانكشن في اي حاجه انا هقولها، انا هقول بنعمل ايه وانت تقول لي وتقول لي الفايندنج بتاعته كده. خلاص نبدا بقى في درس مهم جدا جدا جدا، بطنه واطفال من الحاجات العميقه والمهمه والرهيبه، وقول زي ما انت عايز تقول. يعني ها كلمه برونكيال ازمه. برونكيال ازمه بيقولوا عليها كرونيك انفلاميشن، بيقولوا عليها هايبر ريسبونسبلز، يعني استجابه زياده للبرونكيال تريت ومالتي الرجينز. يعني في عندي حاجه انتجينيك بتعمل صلاه استجابه جامده جدا في البرونكيال تري، فميز انها ريكرنت، يعني حاجه مستمره، تقعد تروح وتيجي، تقعد تروح وتيجي، مش بتيجي مره كده في العمر وخلاص. اكتر في السن الصغير، بتكون ايكوال الميل والفيميل زي بعض. بيحصل فيها اربع حاجات. بيحصل برونكوسبازم. برونكوسبازم يعني المصل اللي اتفقنا عليه امبارح، المصل اللي هي حصل فيها سبازم. اوكي دي حاجه. الحاجه الثانيه بيحصل اديما.
طيب الديما هي كمان هتضيق الاير واي هتحصل ديما. نمره 3 يبقى فيه اكس يوديك، يبقى فيه شويه انفلامات ريزلت حاجه اسمها ماست سيل موجوده، وفي كمان معانا شويه ايزينوفيلز، وفي كمان ميوكس سيكريشن. ممكن تركز معايا هو البروكوس بس عمل ايه في الاير واي؟ طب والديما ولما حصل شويه اكسيديشن؟ لا ولما حصل ميوكس سيكريشن. يبقى الهدف كله احنا عملنا ايه في الاير واي؟ وبعدين خليط من حاجتين، هو في خليط من حاجتين، ان في انفلاميشن بقى مرض ايه؟ ان في خلايا وان في ايديما صح؟ مش كده؟ وحتى تكون ميوكس سيكريشن، وان في استجابه زياده يعني حساسيه هايبر ريسبونسفنس لان انا عندي سبازم، ما بيطلع من ديتوس هي اللي بتعمل ايه؟ هذا الاسبازم. هو خليط من حاجتين، هو كرونيك انفلاميشن وفي نفس الوقت معاه هايبر ريسبونسفنس. لكن الخلاصه اللي بيحصل معايا الاربع حاجات دول بيحصلوا ازاي؟ يا اما بيحصلوا عن طريق اسمه اكسترنسك ازمه او انترنسك ازمه. بص يا كابتن، اكسترنسك يعني حد تعرض ليه؟ بيجيله حاجه من بره ليها انتيجينستي، وحصل له حاجه اسمها تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ايه اللي حصل يا ولاد؟ دخلوا الانتيجين لاول مره، لما دخل لاول مره اتكون اي جي اي مكان ما يتكون اي جي جي. مشكله الاي جي اي ان هو بيعرف يقعد فين؟ على الماسل سيلز، يقعد على الماسل سيلز يقدر يقعد عليها. حلو كده؟ لما يدخل هذا الانتيجين مره اخرى هيروح الاي جي يمسك فيه وياخد معاه الماسل سيلز. المحصله ان هم هيتخانقوا مع بعض، يفرقعوا مين؟ الماسل سيلز اللي طالع منها حاجات اسمها ميدييتورز، هيستامين بقى وبريديكاينين وليوكوترينس وبعض البروستاجلاندس وحاجات تانية كتير. لما تطلع الحاجات التانية الكتير دي هي اللي تؤدي الى برومبوسباز وايديما وميوكس سكريشن وايزينوفيلز كمان ولا ويبدا بعد كده يحصل معانا البرونكا الازمة. وده طريقه سهله وكلنا عارفينها اسمها ايه؟ تايب 1 هايبر، لا سوري هي تايب 1 اللي هي تايب 1 هايبر ستيبتر اكشن، او اسمها التاني اكسترنسك. قالوا عليها اكسترنسك ليه؟ عشان في حاجه جايه من بره. ايه الحاجه اللي جايه من بره؟ يعني تفتكروا ايه؟ حاجه بتتشم؟ ممكن حاجه بتتشم زي ايه مثلا؟ هو بيشم مثلا بعدين اكتر حاجه اللي هي الهاوس مايتس اللي هي حشره الفراش، عشان كده اقول لك البيت اللي فيه فرش كتير يحصل لهم حساسيه كتير، شيل الفرش، واخد بالك ايه فوق الملايات؟ لفظ السرير مش عارف ايه كده، ده الناس اللي عندها حساسيه لازم كده، لازم كده. الحاجه الثانيه يا ولاد بيكون عندي النوع ده بيكون فيه وراثه اكتر. النوع ده لما اجي اعمل لهم الاي جي اي ليفل يبقى عالي. وانا عايز اقول لكم حاجه، اعمل لكم شويه حاجات عشان نخلص، هو كله داخل في اطار الموضوع بس افهم الحته دي. كان زمان وما زال موجود لغايه دلوقتي الناس اللي هم الدكاتره بتوع حتى في المستشفى عندنا في وحده المناعه بيعملوا الكلام ده، وموجود في المراكز الكبيره كلها بقى في الحساسيه، بيروح العيان يعملوا حاجه اسمها سكين تيست او باتش تيست، بحيث ان هو بيقعد فيشن شفتوه في المايكرو او حاجه زي كده، بيقعد يحقنه بانتيجينز كتير، انتيجينز كتيره 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 كتيره، ويشوف الرياكشن اللي حصل فيه، مش كده ولا لا؟ لا ده انت عندك حساسيه من المانجا، لا ده انت عندك حساسيه من الموز، لا من اللبن، من كذا، من الهاوس مايت، يطلع النوع اللي فيه الحاجة اللي فيها حساسية. وده كان ماشي وما زال ماشي طبعا، يعني ده لسه بيتعمل، بس عملوا حاجة تانية أشياء كده، عملوا اي جي اي ديفرنشال. أنا عندي واحد عنده اكسترنسك أزمة، فكده كده الاي جي اي ليفل بتاعه، أنا مش هعمل كده بس، أنا عملت الاي جي اي ليفل لقيته عالي، فقلت خلاص ده عنده حاجة اكسترنسك والاي جي اي وهايبر سنسيفتي رياكشن تايب 1 وخلاص. أروح طالب من المعمل يعمل لي حاجة اسمها ديفرنشال. يعني إيه ديفرنشال؟ يجي 500 حاجه يجيب لك التحليل اصلا بقى كده 6-7 ورقات، واخد بالك مش ورقه واحده، كاتب لك ايه بقى؟ ان هو عنده الاي جي اي ضد الفراوله مش عارف ايه، ضد ايه مش عارف، وحتى حاجات ما انتش عارفها، او ضد الجمبري وضد مش عارف سمك نوع ايه، وضد الحاجات ممكن يبقى فود ممكن يبقى حاجات انهاليشن، فاهمني ولا لا؟ فبدل ما يقعد يشكشك العين كده هيقعد يعمل ايه؟ يعمل له اي جي اي ديفرنشال فور انهاليشن اند فور فود، فاهمني ولا لا؟ عشان كل ده عشان يطلع مين؟ طب هو انا استفاد ايه لما اعرف مين هو الالرجين؟ استفاد حاجتين، الحاجه الاولى افويدنس، هو ليه رايك؟ يعني امنع الحاجه اللي بتعمله البتاع ده. ثاني حاجه يا ولاد برضو ان احنا نعمل ديسنسيتيزيشن، يقعد يديله الحاجه اللي هي ايه اللي عملها مشكله بس جرعات صغيره جرعات صغيره جرعات صغيره، دي حاجه اسمها هايبو سنسيتيزيشن او دي سنسيتيزيشن. الفكره بتاعتها بيعملوا ايه؟ يقعد يديله جرعات صغيره بدل ما يتكون الاي جي اي يتكون الاي جي جي، والاي جي جي ما بيمسكش في الماسل سيل، يعني كان المحور بتاع اللعب كله على مين؟ على هذا الاي جي. ما خلصتش على كده. لما جم يشتغلوا عشان يعالجوا الازمه عشان البروفلاكسز، يعني هو خلاص انا لو حصل اسبازم انا ديورنج الاتاك ان بتوين اتاكس، انا اقول لكم ثلاث حاجات ويا ريت تفهموني بقى، ماشي؟ اول حاجه بيدوا ادويه تمنع ان الاي جي ينام على الماسل سيل، يسموها ماسل سيل
طب ده حلو ولا مصر لسه بلازق فكره ولا فكره. الحاجه الثانيه بيدوا حاجات ضد الميديتورز اللي بتطلع. اكتر حاجه بتطلع حاجه اسمها ليوكوترينز، وعلى فكره مشهورين سيد اربعه فنو سيد اربعه اللي هو سي 4 واي 4 ودي 4. اكتر حاجه بتطلع مين؟ ليوكوترينز. ليوكوترينز هو بيدوا حاجه اسمها بص يا دكتور انتي ليوكوترينز. يبقى انا بمنع ليه؟ هذه الميديتورز. فكره مهمه ولا لا؟ اخر دواء طلعوه يا ولاد اخر صيحه يعني انتي اي جي اي. ها هما ريزوماب. بص يا دكتور هي ام علي اهو زوماب. فاهمني حاجه؟ ها ده ايه بقى؟ ها هما ريزوماب ده ايه؟ انتي اي جي هيعمل ايه؟ طب وده مهم ولا لا؟ فهمتوا حاجه؟ يبقى انت استفدت ايه لما عرفت انها اي جي اي ميديتور؟ استفدت حاجات كتير. ان انا لما اعمل له تحليل الاقي الاي جي اي ليفل عادي، وبعدين اعمل له ديفرنشال كمان اشوفه عنده حساسيه من ايه عشان امنعها، وبعدين اعمل له هايبوسنسيتيزيشن. مش كده وبس، ده انا كمان يا دكتور محور الادويه بيشتغل في الحته دي كلها، ماست سيل ستابلايزر، انتي ليوكوترينز على اساس انها اشهر ميديتور، وكمان اضرب الاي جي اي. يبقى دي كلها لاينس اوف تريت. بس خد بالك هو لو جالي ديورنج الاتاك انا مش هعرف على الحاجات دي كلها حاجات بروفيلاكتيك. انا ديورنج الاتاك الفكره ان انا لازم افك الاسباسم والاديما والسكريشن والحاجات دي كلها. كلام واضح؟ في اي مشكله؟ طب نيجي للنوع الثاني. النوع الثاني اسمه انترنسك، يبقى هي حاجه داخليه من الجسم، ودي اللي بتحصل في السن الاكبر شويه، ودي ما بيكونش معاها اوراس، يمكن مثلا 20% او حاجه، ما بيكونش معاها حساسيه اخرى. اللي عنده تايب 1 اللي عنده اكسترنسك ده ممكن يبقى عنده الرجيك راينايتس، حساسيه ارتكاريا، انجيوديما، عنده حاجات ثانيه، لكن هنا لا لا هو بس عنده برونكيال ازمه فقط. فانت تعرفه من بعض كده، وبعدين في سن كبير يعني تفضل معاه طول العمر، وبعدين ما بيقولكش ايه يعني، مش بيقول لك انا كل ما اشم كذا او يحصل كذا يجي لي كذا، لا ما عندوش الباور بتاع الحساسيه ده. لكن ده ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه الميكانيزم؟ ايه الباثوفيزيولوجي بتاعه؟ هايبر سنسيتيفيتي اوف ريسبتورز اوف برونكيال تري تو فيجاس. يعني الريسبتورز اللي موجوده عنده في البرونكيال تري تستجيب جدا لمين؟ طب استنى، الفيجا ريسبتور بتعمل ايه اصلا؟ الفيجا ريسبتورز هو عنده فيجا ريسبتورز جوه. لا مش الحاجات اللي هي السمباتوماتيك بتعمل برونكو دايليتيشن، لا ما دايليتيشن بتعكسها الفيجا تعمل برونكو. يبقى الفيجا ريسبتورز اللي موجوده في البرونكيال تري بتاعته هايبر سنسيتيف. تقول لي طب ايه اللي هيشغلها؟ يشم سجاير، يشم دخان، يدخل في ستريس، ياكل، ممكن تيجي مع اكله معينه، ممكن تيجي مع الاكسرسايز، ممكن حتى ايه؟ انت عارف يا دكتور مشهوره حتى يقول لك ده انا مش عارف استحمى وخرج من الحمام ايه تغيير الجو حتى. بس هي كلها الفكره ايه؟ ان انا عندي هنا الريسبتور شغاله بزياده. فدلوقتي الى برونكوس بازم، وعلى فكره الفيروس بيزود السكريشن، يعني عندي ميكو سكريشن وعامل لي ديما نفس الفكره، بس ما عنديش بقى المص سيل، ما عنديش الباور بتاع الايه؟ بتاع المص سيل. ودي على فكره تبدا يعني بص دي بتيجي ان اتاكس، لكن دي ممكن تبدا مستمره، يعني عنده ازمه يقول لك حساسيه مستمره، حساسيه مستمره، ودي بتاعت الناس العواجيز ضد لسن كبير. فهمت ولا لا؟ يبقى انا عندي نوعين كبار، نوع اسمه ايه؟ ونوع اسمه بعد ما يتخصص الاثنين يقول لك ده كذا وده كذا والفروقات بينهم، يقول لك ده من البيشنت بريزنتد بالاثنين مع بعض. يعني دايما في كو اكزيستنج اوف تو ديزيز توجذر. دايما العيال عنده اكسترنسك معاه شويه، ودايما العيال انترنسك معاه شويه، يعني تلاقي دايما خطابيطه من الاثنين، تلاقي مع الاثنين. وفي انواع اخرى، يعني مثلا كلكم عارفين نظريه الاسبرين ولا لا؟ لا مش عارفينها. ايش لا مش عارف اصلا. اي ديستراكشن في اي حاجه بتطلع الارجلونيك اسيد يبدا يتكسر، صح؟ ياخد طريقين. الطريق الاول اسمه سايكلو اوكسجينيز، وده بيكون بروستاجلاندين، وده الميديتور بتاع الانفلاميشن، مش كده؟ وفي نفس الوقت الطريق الثاني اسمه لايبو جينيز، وده بيطلع ليوكو ترينز. انا دلوقتي جالي واحد عنده انفلاميشن في جوينت، انفلاميشن في مكان ما، فانا قررت اديله نون ستيرويدال، اديله اسبرين. هذا الاسبرين اسمه بيقفل الايه؟ الكوكس ده. فلما يقفل هنا، لما يقفل ده مش هيتكون مين؟ فبالتالي الالم يبدا والانفلاميشن يخف. مش ده انتي انفلاماتي، بس في مشكله ثانيه. ايه المشكله؟ انه كله يتجه ناحيه مين؟ ولما ازيد الليوكوترينز دلوقتي هنا، فهمتوا حاجه؟ يبقى ممكن الاسبرين انديوس ده ازمه ازاي؟ عن طريق انه شفت كل حاجه ناحيه الايه؟ سهله، ناحيه اتجاه الليوكوترينز. طيب يا دكتور دي ساعات حتى العيان يبقى عنده برونكوس باز وعنده نيزل بوليب واسبرين سنسيتيفيتي على بعض كده، اسمها سنتر سترياد. الولاد حد بيسالكوا السؤال ده على فكره، سنتر سترياد. بيقول ايه سنتر سترياد؟ الناس اللي بتاخد اسبرين بيحصل لها برونكوس باز، من الميكانيزم اهو، بيكون عندها نيزل بوليبس او بيكون معاها اسبرين سنسيتيفيتي. اسبرين سنسيتيفيتي، حلو الكلام؟
هاي يبقى دي كلمه نحطها في الاعتبار اسبر انديوسد ازمه. في حاجه ملهاش 60 لازمه كده اسمها اكسرسايز انديوسد ازمه. اكسرسايز انديوسد ازمه يعني حد لما يعمل مجهود تجيله الازمه، يعمل رياضه ولا حاجه. ودي فيها نظريات، يعني يقول لك ايه؟ يقول لك هو بيعمل مجهود كده، ها، وهو بيعمل مجهود والهواء داخل عليه ساقع، فممكن الهواء الساقع يعمل له برونكوس بازم. دي نظريه مثلا. نظريه ثانيه اللي عايز يفهم يفهم، دي مش مهمه قوي. يقول لك ايه؟ مش انت دلوقتي بتعمل رياضه ومجهود، فانت جسمك جوه سخن والهواء اللي داخلك من بره هواء ساقع. الهواء الساقع ده عشان يدخل على الالفيولاي هيدمرها، فهو بيعدي على الميوكوزا بتاعت البرونكيا كده، هو بيعدي على الميوكوزا، بتبدا الميوكوزا التدفئه عن طريق انها تعمل بازو دايلاتيشن، فالهواء الساقع هو داخل يبدا ايه؟ يبدا يتدفى شويه، بس هو بيتدفى عمل ايه في الميوكوزا؟ خلاها هايبريميك. طب ما الهايبريميا دي يعني قديمه، الهايبريميا يعني بدات تجمع سكريشن فدخلتني في التك، ودي اسمها كولينج ثيوري، نظريه اللي هي التبريد يعني. في نظريه ثانيه خالص قلت لك لا، الناس اللي بتعمل رياضه كده وانت بتعمل مجهود ولا حاجه ديورنج اكسرسايز وانت بتعمل مجهود يعني وبتاع، الهواء انت بتشم هواء، بس الهواء اللي بتشمه ده يبقى هواء جاف، لو دخل على الالفيولاي هيدمرها، محتاج ياخد ميه، محتاج يبقى ايه؟ يبقى فيه هيوميديتي، يبقى فيه شويه رطوبه، فهو معدي على البرونكيا بتري بيقعد ياخد منها ايه؟ ياخد منها الميه، فتبقى ناشفه شويه، لما تبقى ناشفه شويه يحصل لها سبازم. نظريه يعني، الناس يقول لك هو دايركت افكت الهواء، الناس يقول لك لا ده هو عشان الميوكوزا دي او الميوكوس ميمبرين ده او السكريشن ده عمال يحصل فيها هايبرينيا عشان يدفي. وتقدر النظريه مش فاكره، بس في كلمه اسمها اكسرسايز انديوسد ازمه، دي بتتصنف بقى اكسبرنسيف ولا انترنسيف؟ اكيد يا تبع الانترنسيف لما شمش حاجه ده هوا عادي يعني، فاهمني ولا لا؟ يبقى هو طبيعي جسمه كده يعمل مجهود يقعد صدره يزيق. اسلام في الحته بتاعت الباثوجينيسيس، لما يقول لك سؤال باثوجينيسيس وبرونكيال ازمه، لما يقول لك تايبس وبرونكيال ازمه، نعرف نتكلم عليها ولا ايه؟ المحورين الكبار انترنسيف واكسترنسيف، وهتفرق بينهم صور تقول في اشياء اخرى، وتتكلم على الاسبرين والاكسرسايز والحاجات دي كلها، وتقول ان دايما بيبقى فيه ميكس من الاثنين. خلاص الحته اللي جايه بتاعتكم، يلا عايزين نخلص من حته الصفحه بتاعت الايه، انا عايز لوكال، عايز كلمه سيمبتومز وجنرال ولوكال اكزامينشن، سيمبتومز وجنرال ولوكال اكزامينشن وكومبليكيشنز في ثواني، يلا عشان نخلص. كلينيكال بيكتشر سيمبتومز ديزني ولا اسمها ديزني هنا ولا انا هضرب يوم اسمها ايه؟ ايه؟ مين قال ديزني؟ يلا يا دكتور اخلص يا دكتور. الشكوى بتاعه طبعا ان اتاكس هو ليه؟ ان اتاكس ده طبعا النوع اللي هو بتاع الانترست ده ممكن يبقى كونتينوس شويه، لكن العين بيشتكي من طفل يطلع شويه سبيوتم صغيرين جدا جدا، الميكويد تلت حته صغيره قوي لا تذكر سكان، في حاجه بسيطه. عنده ديسنيا اللي هو مش عارف يدخل، عنده ويزس. حلو كده؟ يبقى هو ساعات يقول لك انا ست مش كلمه اسمها تشيست تايتنس، يبقى هو عنده ايه؟ كف اكسبكتوريشن بس حاجه بسيطه، معاه ديسنيا ومعاه فيزس وسنس اوف تايتنس اوف ذا تشيست، دي كلها سيمبتومز. دايما السيمبتومز تحصل بالليل او تحصل الفجريه، لماذا؟ لماذا هي الفجريه؟ لماذا؟ عشان تقمص الباراسمبثات لا يعمل برونكوس بازم وفيزس سكريشن. حلو الكلام؟ ان بتوين اتاكس ما عندوش اي حاجه. لما اجي افحص المريض كلوكال اكزامينشن، بص يا ولاد ديورنج الاتاك هلاقي حاجات، ان بتوين اتاكس ما عندوش اي حاجه. يلا ديورنج الاتاك ايه اللي هيحصل؟ ديورنج الاتاك بص يا دكتور، هو عنده ايه اللي حصل؟ حصل حاجه اسمها اير تراب، مش هو الاير ولايه؟ فجه مع الانسبيريشن بيحاول ان هو ايه؟ يدخل شويه هواء، مع الاكسبيريشن مش عارف يخرجه، فهو عمال يدخل شويه ومش عارف يعني لحد ما، مش زي بتاع الانفزيما لكن لحد ما. فممكن الاقي المريض ده الشيست التشيست بتاعه كشيب نورمال او حتى هايبر انفليتد، موافقون؟ لكن لا يصل لمرحله، لا مش درجه برد يعني، بس هو يبقى جاست ايه؟ هايبر انفليتد شويه. الديجري اوف تشيست اكسبانشن ممكن يبقى ليميتد، بس ممكن تلاقيه مشغل الانتر كوستال ماسلز. عارفين حاجه اسمها ليتن ساين اللي هو شادو اوف ديافراجماتيك ديسين، هتبقى اكزاجريتد. زياده مش طبيعي، هو طبيعي ان احنا عندنا، لكن هنا هتبقى ايه؟
انه بيحاول نزل الديافرام قوي الانتر كوستال ماسلز هتبدا تبان يحصل عندك تشست ريتراكشن ودي معناه ان في ريسبيراتور ستريس حتى ليه قاعده معانا كده تراي بوت بوزيشن يقعد حاط ايده جنبه او ايده على ركبه عشان يشغل الايه الاكسسوارز يشغل الاكسسوارز فور اكسبيريشن بالذات هي اصلا حاجه عنده الاكسبيريشن لكن اوكي الشيب بتاعه هو هايبر انفليتد او نورمال ها التشست اكسبانشن هيبقى ها ليميتد السكن ما فيهوش حاجه قد كده التراكيه ميدياستاينم سنترال الابيكال بوزيشن ممكن تبقى ابسنت ديورنج الايه الاتاك لانه معبي هواء زي ما يكون مغطيه عامل عليها انكروش زي الانفيزيما كده شويه لما تيجي اعمل التي بي اف مش عارفاني ولا ايه هي قليله بس مش عارفاني الكلمه ايكوال مش نحدد ده بقى فده ايه وبعدين ما عنديش حاجه من الحاجات اللي بتزود ممكن احس بالبابول ويزس ولا ايه مش الاصوات ممكن تبقى عاليه فممكن احسها بايدي بالبابول ويزس الفرق زي من الثريل بص فكروا فيها ولا ايه فرق زي من الثريل الثريل شغال مع القلب لكن الويز شغال مع النفس مش كده بعد كده اعمل تشست اكسبانشن ليميتد اجي اعمل بركشن الهواء زياده فهم بيبقى هايبر ولو الموضوع كبير قوي يحصل انكروتشمنت على البيب اريا بعد كده لما اسمع بالهداوه حسب الرد عليا البريث ساوند ها زيك بريث ووز برولونج اكسبيريشن ايه اللي خلى في برولونج مش شرحناه ايه اللي خلانا في الاول في اوبستراكشن خدنا انا طبيعي مع الانسبيريشن بوسع الهواء مع الاكسبيريشن بدايق طب هو ضيق يبقى انا هاخد ايه وقت اكتر يبقى اسمها فيزيكولار بريثنج ويز برولونج اكسبيريشن هل في اديشنال ساوند؟ طبعا في اديشنال ساوند هيبقى في رونكاي ريبيتيشن سوري رونكاي ويزز فين؟ فين يا ريس؟ في كل حته مش المرض ديفيوز في كل مكان هتبقى انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري اكتر؟ اكسبيراتوري لان انا مع الاكسبيريشن بضيق الايروي اللي هو اساسا طب ردوا عليا لو بقت انسبيراتوري دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه وحشه جدا ده اصبح مع الانسبيريشن كمان مش عارف يدخل هوا يبقى الموضوع ايه؟ سيفير ممكن اسمع كريبيتيشن ما هو في سكريشن مش قلنا في سكريشن فممكن اسمع بعض الكريبيتيشن لكن عشان الميكانيزم بتاعها سكريشن لازم تتغير مع الكحه هل الكلام ده هيذاكر؟ يتالف في مشكله؟ ده ما يذاكرش اصلا كومبليكيشنز جنرال كومبليكيشنز ولوكال كومبليكيشنز تشيست وكارديو يلا جنرال كومبليكيشنز لو ده طفل صغير وهو اصلا طفل صغير الاكسس الطفل صغير او عنده برونكيال ازمه يبقى ستاندرد كورس هيحصل له كومبليكيشنز اوف كورتيزول هيحصلوا اللي هم الكومبليكيشنز اوف كورونيك اكبر يعني هيرنيا وبرولابس او سقط كونداكتيف والهيموريدج وبطي هايلتس ولو في انوريزم ولا حاجه يرابشر ليه الكومبليكيشنز اوف كورونيك اكبر ليه الطفل اللي بياخد كورتيزون يبقى شورت ستيتشر؟ عشان ايه؟ الكورتيزول يمنع الاكتيفيشن اوف جروث هرمون في الليفر الكورتيزول يمنع الاكتيفيشن اوف جروث هرمون في الليفر عشان كده الواد اللي بيجي لكم اللي عنده برونكيال ازمه ده قصير ليه قصير طبعا هو تخين عشان كورتيزول وقصير عشان كورتيزول برضه بياخد كورتيزول من هو صغير فاهمني ولا لا يعني الكومبليكيشنز اوف ثيرابي مشهوره طيب على مستوى التشست ستيتس ازماتيكس نمبر 1 يحصل له ريسبيراتوري فيلر طبعا عشان كده الدنيا كلها الستيتس ازماتيكس علاجها داخل فيه اللي هو ريسبيراتوري فيلر زي بعض تقريبا قريبين جدا من بعض مش كده بس يا ولاد يحصل لهم يوم وزوركس حد يشرحها لي ما انا عارف ما تقوليش هترابشر عايز النوع ده اسمه ايه؟ ايه؟ سبونتينيوس سكندري ليه سبونتينيوس؟ ما حدش لمسه ليه سكندري؟ انا عندي مرض اصلا مش برايمري ده سكندري انفيزيمتا سبورلا كده وراح مرشره مش كده ولا ايه؟ يحصل يوم وزوركس يا ولاد يحصل لهم الناس اللي عندهم الرجي بالذات لو عندهم حاجه اسمها اسبرجيلوزس دي حاجه فانجاي كده مش كانوا بيتجمعوا كتير قوي على بعض ويجي يقفلوا برونكس برونكس بعيده لما يقفلوها هيعمل فيها بارشال اوبستراكشن فتلاقي فيه حته برونكيتس يعني ككومبليكيشن برونكيال لازم تلاقي فيه اجزاء فيها بس ده بشرط يكون السبب بتاعنا كلمه اسمها اسبرجلوزس اسبرجلوزس ربما يؤدي الى هو بيعمل زي اوبستراكشن كده في بس مش البرونكس مش المين يعني لا بيجي على ايه على فرع كده او برانش كده ولا حاجه وتبقى فيها بارشال اوبستراكشن فده الحته اللي بدا يحصل فيها الهواء داخل ومش بيخرج ده لو كان اسوشيتد مع الرجي طيب نكمل يبقى على مستوى التشست ستيتس ازماتيكس على مستوى التشست ريسبيراتوري فيلير على مستوى التشست يحصل النيوموثوركس يحصل اصلا التشست بين كومبليكيشنز اوف كورونيك كاف يحصل فراكشر لو حد عجوز ولا ايه مش كده ولا لا يحصل طبعا بعض الالفيولات رابشر انفيزيما دي كلها كومبليكيشنز اوف كورونيك كاف يحصل اسبرجلوزس يؤدي الى برونكيتس على مستوى القلب لو الموضوع مستمر وكتير خاصه نوع الكونتينوس هتبقى كوربال مونال قشطه بعد ما نقول الكلينيكال بيكشر والكومبليكيشن لو كان السؤال كلينيكال بيكشر لازم تقول لي الستيجز في واحد سهله جدا بص اسهل حاجه في الدنيا اثنين ثلاثه اربعه
مايلد انترميتنت، مايلد بيرسيستنت، مودريت سيفير. يبقى لازم كان نوع 4. ها في 2 مايلد بس. مايلد ايه؟ يعني بتروح وتيجي. مايلد كلمه مايلد يعني لازم البفر، فاكرينه لازم البفر يكون اكتر من 80%. هو انت يا دكتور البفر بتاعك كام؟ 100%. البفر ده ملوش رقم. البفر على حسب طولك. البفر بتاعك على حسب، لو انا النهارده جيت عملت لك بفر، المفروض ان انت طولك مثلا 170 سنتي، فالبفر بتاعك يطلع 260 مش عارف لتر برمنت. فانا عملت لك البتاع ده البفر بالبرومتري فده 260، فانت المفروض تبقى كام؟ يعني اي حد مننا يبقى 100% المفروض، ده حد نورمال. فاهمني ولا لا؟ الناس اللي عندها برونكيال ازمه وهي مايلد هيبقى اكتر من 80%. المودريت تخلص منها من 60 الى 80%، اكيد السيفير اقل من 60%. اقل من 50 يبقى اسمها ستيتس ازماتيكس، اقل من 33 هنقولها لحد بيموت، دي كلمه اسمها لايف ثريتنينج ازمه. المهم هو فوق ال 80%. ها مايلد انترميتنت ومايلد بيرسيستنت. مايلد انترميتنت بتيجي اقل من مرتين في الاسبوع. تيجي له يوم الاثنين والخميس مثلا. تيجي له الاحد والثلاث، تيجي له مرتين في الاسبوع. ها ياخد علاج ساعتها وخلاص. هل ده محتاج علاج على طول؟ لا، انا بديله علاج اثناء ايه؟ يعني ايه مايلد بيرسيستنت؟ يعني اكتر من مرتين في الاسبوع. ها تيجي مثلا 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات، اي حاجه. ماشي يا ولاد؟ طيب 3 ها مودريت. ده محتاج ديلي تريتمنت، كل يوم عنده اتاك فمحتاج ديلي تريتمنت. 4 كل يوم موجودا اند انترفير ويز نورمال اكتيفيتي، يعني الولد مش عارف يروح المدرسه، بيغيب المدرسه كتير، مش عارف يروح شغله، مش قادره تروح شغلها، يبقى ده اسمه ستيج ايه؟ ليمون الدنيا، ستيج 1 يعني اقل مرتين في الاسبوع، والبيفر بتاعنا فوق ال 80%. حلو كده؟ نمره 2 اسمه مايلد ريزيستنت، وده بيكون اكثر مرتين في الاسبوع ويحتاج احيانا ديلي تريتمنت، وده البيفر بتاعه بيكون برضه فوق ال 80%. مودريت ده بيجي كل يوم، وده يحتاج علاج مستمر. لا احنا قلنا حاجه غلط. احنا قلنا ستيج 2 ده بيجي اكثر مرتين في الاسبوع، بس بديله اثناء الاتاك، مش لازم اديله علاج على طول، اوكي؟ 3 ده كل يوم، فلابد ان انا اديله علاج باستمرار. 4 ده انترفير ويز اكتيفيتي، يعني اصلا هو من كتر ما عنده ازمه مش عارف يشتغل الشغل بتاعه الطبيعي. دول 4 جريدز او 4 حاجات لازم تصنف مريض الازمه بتاعك. عايز اقول لكم حاجه كمان باي واي، يعني لو احنا هنا كده الناس اللي عندها اللي هو ستيج 1 ده اللي هو في الاول دول خالص، يعني اللي هو بتيجي بقى حاجات قليله خلاص، مش محتاج ان انا اديله علاج باستمرار، انا بديله بخاخه عند اللزوم وخلاص. هو ايه رايكم؟ يعني لما تجيب له اتاك يعني بتجيله اصلا مره في الاسبوع، مرتين بالكثير في الاسبوع، فانا هعمل ايه؟ خلاص يا دكتور، فانا هديله حاجه، مش محتاج ان انا اديله حاجه بروفلاكتيك، يعني بديله اثناء الاتاك اديله بخاخه وخلاص. لو كان هو النوع ده اكثر مرتين في الاسبوع، لا ده محتاج يعني اديله، فانا هديله عند اللزوم بخاخه ولازم اديله ادويه كبروفلاكسس. ولا ايه رايكم؟ ده هديله ديلي تريتمنت واديله بروفلاكسس. طبعا ده اكيد يعني ده مالتيبل دراجز كمان عشان تمنع الاتاكس وتديله الادويه القويه، يعني حتى اللاينز اوف تريتمنت معتمد على مين؟ على هذا الكلاسيفيكيشن او الجريدز اوف برونكيال ازمه. في مشكله في الكلام ده؟ انفستيجيشنز في لابوراتوري وفي ايمج وفي طبعا اللي هم البلمونري فانكشن والاي بي جي والكلام ده. بص يا دكتور اللابوراتوري انفستيجيشنز هنعمل كلاب لابوراتوري انفستيجيشنز، نعمل سبيوتم اناليسيس، في كلام مهم. هنعمل سي بي سي، هنعمل سكين تيست او اي جي ديفرنشال، وهنعمل هو الاي جي اي ليفل والديفرنشال بتاعه. السبيوتم يا ولاد ممكن الاقي فيه ايزينوفيلز، موافقين؟ ماشي. الخليه بتاعت الايه؟ الالرجي، وهلاقي حاجه اسمها كورشمان سبايرلز، وحاجه اسمها تشاركوت لايدن كريستالز. الايزينوفيلز واضحه، حلو كده؟ الكورشمان سبايرلز يعني ايه؟ لو ادي كده الاير واي بتاعنا بعد قسم الرسمه لغايه ما يبقى حته صغيره في الاخر، صح؟ في شويه ميوكس على شويه ايزينوفيلز بيرشقوا هنا، فبيطلعوا من السبيوتر، وانت تبص على السبيوتر كده تلاقي في عصيان، عصيان كده. ايه العصيان دي يا ولاد؟ سبايرلز، وده شكل مين؟ التيرمينال برونكيوس. ده ميوكس على شويه ايزينوفيلز، يبقى ميوكس على شويه ايزينوفيلز خدوا شكل التيرمينال برونكيوس البعيده، البعيده واخد بالك بقى حجمها ايه؟ عصيان صغيرة طالعة كده، عصيان سبيوتم في صورة ايه؟ عصيان طالعة عليها سبايرلز، حاجات صغيرة. شاركوت لايدن كريستالز ده قطع من الايزينوفيليك بروتينز،
يعني الإزينوفيلس متقطعة وطلع لي في صورة ايه كده، ها زي كريستالات كده، ها زي كريستالات كده، ها دي قطعة من مين؟ بس هي محصلة واحدة، انا عندي اصلا إزينوفيلس، فممكن تشوف الإزينوفيلس على بعض، وممكن ها تشوف البروتين بتاعها مع شوية ميوكس بصورة ها البرونكاي او البرونكول صناعي منها، وممكن تشوفها بصورة قطع. ها المحصلة طبعا الناس قعدوا يقضوا حياتهم كلها في ايه؟ في الاسبيوتم اناليس عشان يطلع النوع ده بتاع كذا بتاع كذا، لكن تبقى عارف الثلاث كلمات دول. فيه مشكله نعمل سي بي سي هنلاقي فيه ايزينوفيليا، خاصه لو كانت فاسكيولايتس او اسبرجيلوزس. امتى اعمل سي بي سي والاقي ايزينوبينيا مع انه عنده كرونيكال ازمه؟ ها قلت لكم قبل كده بحد بياخد كورتيزول، لان الكورتيزول بيوطي الوطي، والايزينوفيلس ايه طبعا اهم الحاجات الوطيه مش كده ولا لا؟ فبالتالي الكورتيزول هيبدا يقللها. اوكي اعمل سكان تيست طبعا هيبقى بوزيتيف اذا كان النوع بتاعي اكسترنسك، الاي جي ليفل هيبقى عالي مع الاكسترنسك. بس طبعا الاي جي قلنا في حاجه منه جديده بقى، في منه نوعين، في نوع اسمه اي جي اي فور فود واي جي اي فور انهالر فور انهاليشن. في اي جي فود وفي اي جي اي انهاليشن، بطلع النوع طبعا عشان نبدا نمنعه. خلاص دي حاجه. نمره اثنين هنعمل له ايمج، نعمل له اكس راي، ايه رايكم؟ الاكس راي دورنج الاتاك هتبقى هايبر ترانسليوسنت ولو فلاد دايفرام مش كده؟ ممكن تلاقي نيومو سوركس، ممكن تلاقي برونكيكسز، نيومو سوركس كام؟ كومبليكيشنز وبرونكيكسز مع اسبرجلوزس لان عملت شويه اوبستراكشن في حته ما في مكان ما. ممكن تعمل الترا ساوند مش مهم قوي محدش بيعمل. هنعمل بالمونري فانكشن، هنستخدم جهاز اسمه سبايرومتري او فلومتري فور فولو اب. الفلومتري هيحدد هي مايلد ولا مودريت ولا سيفير. السبايرومتري هيشخص، ردوا عليا الفورس فايتال كاباسيتي عامل ايه؟ حلوه او قليله حاجه بسيطه. الفورس اكسبيرد فوليوم 1 قليله، وبالتالي التايم تو فايتال كاباسيتي اقل من لما اديله اقل من 75، لما اديله برونكو دايليتور هيتحسن اكتر من 15%. والريزيديوال فوليوم ده اللي اتاك ها هيبقى عالي، وكل الحاجات دي ان بتوين اتاك مش كده ولا لا؟ ساعات بيعملوا بروفوكيتيف تيستيفيكيشن يا ولاد، يعني واحد رايح يقول لهم ايه؟ هيتجنب النهارده رايح التجنيد، فيقول لهم لا انا عندي ازمه ما ينفعش بروتيكيشن مش عارف ايه، فيحجزوه المستشفى او يديله مثلا هيستامين. هو ايه الفكره؟ وبعدين يعملوا بالمونري فانكشن او يسمعوا صدره دخل في الاتاك ولا لا، فاهمين؟ يشوف اذا كان هو فعلا بيديله الاتاك ولا مش بيديله. طبعا بس يعني الكلام مش مظبوط قوي، لازم تعمل في المستشفى اخاك يظبط بالستات ازماتيكا، مش اي هبل مش في اي حته يعني. كمان يا ولاد نعمل اي بي جي. هو ده اكزامبل ايه؟ البرونكال ازمه نموذج ايه؟ احنا النهارده كلماتنا هم ثلاث كلمات، يا فنتريشن يا بريفيوجن يا ريفيوجن. دي فنتريشن، هايبو فنتريشن، اوبستراكت مش كده؟ يعني الهواء عارف يدخل، الاوكسجين عارف يدخل، ولا السيتو عارف؟ يعني لو حصل اسبريتوري في الاعتبار هايبوكسيك هايبر كارميك ليه؟ عارف يدخل اوكسجين وعارف يخرج سي او 2، يبقى عندي هايبوكسيا هايبر كارميك. البرونكال ازمه هتدخل ديفرنشال دايجنوز مع ايه؟ يا دكتور مع اي حد عنده باروكسيزمال ديزني احلام كلينيكال، يدخل ديفرنشال دايجنوز مع اي ويزز، حاجه مضايقه الاير واي، يا حاجه في اليومن، يا حاجه في الهول، يا حاجه ضغطه من بره، دي كلها حاجات تضايق. تدخل ديفرنشال دايجنوز مع اي حد عنده ويزز، فاذا داخله مع الويزز وداخله مع الديزني كان ديفرنشال دايجنوز. الكلام ده طبعا في العملي مهم جدا. نيجي للعلاج بقى. العلاج بتاعنا على محورين، المحور الاول ديورنج الاتاك والمحور الثاني ان بتوين اتاكس. ديورنج الاتاك ايه الهدف يا ولاد؟ ديورنج الاتاك ما ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعرف ياخد نفس، ان انا عايز افتح الاير واي صح؟ عشان ديورنج، عشان كده ديورنج الاتاك ديورنج الاتاك انا بدي حاجات اسمها عايز اوسع الاير واي برونكو دايليتور. البرونكو دايليتور دول اللي هم البيتا 2 اجونست دي اول مجموعه. حلو كده؟ بص يا ولاد دول كانوا نوعين اللي هم الحاجات سمباس وميتك. في حاجات نون سيلكتيف لا تستخدم، اللي بيستخدم كل الحاجات اللي ايه؟ السيلكتيف. كانوا زمان والله مش زمان قوي يعني، كانوا زمان الادرينالين ده على فكره اقوى برونكو دايريتور والافيدرين والايزوبرينالين، بس طبعا مشاكل كتير يعني، يعني هايبر تنشن بقى واريزميا وتاكي كارديا وهبل ولا ايه؟ عشان كده مش بيستخدموهم لان هم نون سيلكتيف، هيشتغل في اماكن كتير. فاصبح الاحسن منهم كلمه اسمها بيتا 2 اجونست سيلكتيف. ودول حاجتين هتحفظهم بالجرعات معلش. سالبيتامول بخاخه بف، البخه فيها 100 مايكرو، او تربيوتالين بخاخه برضو البخه فيها 250 مايكرو، يبقى 100 و250. ديورنج الاتاك بديله ايه؟ بختين ديورنج الاتاك ماشي كده الحال؟ يا من ده يا من ده، سالبيتامول ومين؟ وتربيوتالين. البخاخه الاولانيه 100 والثانيه 250، هديله بختين عند اللزوم. ده ديورنج الاتاك.
طيب يا دكتور دول سيلكتيف صح؟ يا اولاد ما فيش حاجه سيلكتيف 100%. يعني ايه سيلكتيف؟ بس ليها برضه ايه؟ تقول لي زي ايه مثلا؟ ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل تاكي كارديا، ممكن تعمل، على فكره شفنا في الناس دول بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم تريمورس عشان البيتا 2 اجونس، الترولات ديستربنس هايبوكالينيا، حاجات زي كده، لكن تريمورس وهايبر تنشن واريدمياس حاجات مشهوره جدا، وتاكي كارديا دي حاجات مشهوره جدا مع هذا، انه حتى في ناس كتير كانت تقول لك انا اخد البرفيخه من هنا وضربت قلبي تقعد ترفرف من هنا، ما هي الفكره انها تقول لي مش هي سيلكتيف، يعني بيتا 2 بعيد عن بيتا 1 بتاعت القلب يا اولاد. ما مش حاجه سيلكتيف قوي كده، يعني مش حاجه اللي هي الدقيقه للدرجه دي، لا، حتى لو كانت بيتا 2 اجنس الا ان لها بعض البيتا 1، فاهماني ولا لا؟ الحاجه الثانيه الدواء الثاني بستخدم ادويه مجموعه اسمها انتي كولينرجيك، من الاخر كده اتروبين، بس هو فاضل هو الاتروبين ده ايه اساسا؟ ها؟ يعني باراسمباثوليتك، يعني كانه يشتغل سمباثيك، هو باراسمباثوليتك لانه ايه؟ سمباثوماتيك. بس هو الفكره الاتروبين مش احنا قلنا فيه فيجل ريسبتورز شغاله بزياده، هو بيدخل يقفل فيها، فبدل ما كان بيحصل برونكوس بقى بيحصل برونكو. بس الاتروبين كاتروبين ده مشكلته كان يعني ان هو برونكو دايركت انا ممكن يعمل لي سكريشن، فقوم طلعوا منه بريبريشن، تعمل برونكو دايركتشن وداوت اني سكريشن، برونكو دايركتشن وداوت اني، اسمها ابراتروبيوم برومايد. ده مهم، دواء مهم وقوي، ابراتروبيوم برومايد، على فكره من كتر ما هو مشهور في السوق وكده مسحوب يعني، او اوكسيتروبيوم نفس الحاجه برومايد برضه، حلو كده؟ دواء بيتحط على الجهاز النيبولايزر وتاخد جلسات عند اللزوم، وده حلقه على فكره من الادويه القويه جدا ويحبوه جدا مع حالات السي او دي بالذات. ماشي؟ هدي حاجات انتي فوسفودايستريز من الاخر كده امينوفيلين. واحنا نشوف بقى بتحبوه ولا مش بتحبوه. امينوفيلين هابيسانم انتروفينس موجود في الاستقبال ما زال لغايه دلوقتي. بنستخدم الجرعه 5.6 ملي جرام بير كي جي انتروفينس انفيوجن على مدار ثلث ساعه. ما يتاخدش بسرعه لانه اريثموجينيك. يا اولاد الامينوفيلين ده كان فيه مشكله. اصلا هو ايه؟ هو فوسفودايستريز انهبيتورز، يعني بيزود الكاتيكولامين. فبالتالي هو بوست انتروبيك وبيزود الكارديك ابوس، فبالتالي له دايوريتيك اكشن، مش كده ولا لا؟ وكمان له فازو دايليتور اكشن، وكمان له برونكو دايليتور اكشن، هو متعدد الوظائف، لكن المشاكل بتاعته كتير، كفايه اقول لك كلمتين. اريثميا وكونفالجن. اريثميا وكونفالجن، لا يستخدم مع الفنتوين. لا يستخدم مع الفنتوين، مصيبه، فاهماني ولا لا؟ ما ينفعش حتى الامينوفيلين ده انفولفت في حاجه اسمها ستيتس ابيليتي، يعني داخل في ايه؟ مش اي كومبالجن بقى، مش ابيليبسي وخلاص، لا، ده الحاجات العنيفه كمان، عشان كده استخدامه بقى ايه؟ يعني ويذن ليميت. بعد كده ممكن نستخدم هيدروكورتيزون، دي حاجه سريعه. هيدروكورتيزون انتي انفلاماتوري انتي ايديميتس. الجايد لاين بيقول ايه؟ لو جالك واحد يورنج اتاك هتدي له الاول بيتا 2 اجونست. ضختين ولا حاجه اربازيت نوبلايزر، استجاب اوكي. ما استجابش ادي له هيدروكورتيزون فونيتين اللي هو 200 ملي جرام انتروفينس، استجاب اوكي. ما استجابش هتدي له حاجتين مع بعض، هتدي له اللي هو الابراتروبيوم زائد الامينوفيلين. لو ما استجابش هقول على المستشفى، فاهمني ولا لا؟ يبقى ده الجايد لاين بتاعنا، بيتا 2 اجونست. ولو ما استجابش هدي هيدروكورتيزون، ما استجابش هدي ابراتروبيوم اللي هو الانتي كولينرجيك، وهدي معاه الامينوفيلين. ما استجابش يبقى خلاص الحاله بتاعتي حاله فظيعه ولازم يروح بسرعه على المستشفى. مشكله؟ طيب العين الحمد لله جالي واديته البختتين وربنا كرم واستجاب زي الفل. هسيبه يمشي كده، لازم اعلمه شويه حاجات. يبقى ان بتوين اتاكس، الهدف ايه من كلمه ان بتوين اتاكس؟ ايه الهدف يا ولد؟ ان انا اقلل حدوث الاتاك. يبقى انا اقول ان بتوين اتاكس ده بريفنشن. يعني انا قلت في اول المحاضره ثلاث اربع حاجات، سيبكم اللي في ايديكم ملوني الاول، ابني على اللي عندك. انا قلت في الانترودكشن وانا بشرح يعني ايه اكسترنسك، قلت لك في كام حاجه، عايز اسمعكم. يلا ديسنسيتايزيشن موافق فاكرها؟ ماشي دي حاجة. ها تروح بس ايه؟ ماست سيل ستابلايزر، حلو. ها انتي ليكوترينز، حلو. ها اي جي اي، ها اللي هو الانتاجونيزم، ماشي. ها حلو كده، دول ثلاث حاجات قلناهم كبروفلاكسز مش ديورنج الاتاك. اضف الى ذلك بقى ان انت اول حاجة افويدنس، افويدنس اوف ايه؟ الحاجة اللي عاملة مشكلة، واخد بالك؟ ممكن تديله شوية برونكو دايليتور، ممكن بيتا 2 اجونست، هقول لك ازاي، ممكن نستخدم حتى الانتي كولينرجيك، وحتى ممكن نستخدم استيرويدز، وهقول لك امتى. على فكره دي عناوين بتاعتك. انت اوريدي عارف ثلاث اربع حاجات، ابني على عندك بقى.
اول حاجه يا اولاد افويدنس اوف بريسيبيتنج فاكتور. الحاجه اللي بتعمل له الرج امنع حد ياكل كذا بيحصل له، بيشم كذا بيحصل له، امنع ده. الحاجه الثانيه يا اولاد برضو افويدنس بيعملوا حاجه اسمها سايكو ثيرابي، بيبعتوا الدكتور نفساني. في ناس لما بتزعل بيجيلها برونك الازمه، فلازم يروح للدكتور نفساني يقول له لازم طلع ويديله كوره كده يقعد واخد بالك يقعد يعمل فيها كده، وبعدين يقول له مش عارف يعمل لغايه 10 وما تقعدش تنفذ على كل حاجه عشان ما يقعدش. هو كل ما يتنفذ او يزهق تجيله الاتاك، فبيعلمه سايكو ثيرابي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن امشيه على بروفلاكتيك بيتا 2 اجونست، بس مش محتاج بخاخه، انا محتاج يبقى عنده برونكو دايليتيشن على طول، فممكن اديله اورال تابلت او في بخاخه طويله المفعول سلمترول تحفظوها. ها ده لونج اكتنج بيتا 2 اجونست، لونج اكتنج هتستخدم، هي الافضل طبعا بدل ما اديله بخاخه كل 8 ساعات ولا كل 12 ساعه، خلاص هي مره واحده في اليوم مثلا، فاهمني ولا لا؟ ده الميزه. ممكن استخدم انتي كولينرجيك، ها ممكن استخدم حتى هو الانتي كولينرجيك مشكلتها انها موجوده بس نيبلايزر. ممكن استخدم اللي هو الثيوفيلين امينوفيلين بس اس ار سستيند ريليز، بياخد ثايو اسمه كده، اسمه بالصوت كده ثايو اس ار. اس ار يعني سستيند ريليز، يعني حبايه واحده بس تقعد في الجسم ايه؟ طول النهار. موجود تحت اسم كوبرون ومينوفيلين كذا اسم يعني في السوق. يبقى الثايوفيلين اللي هو بنستخدمه فوسفودايستريز انهبيتور زي الامينوفيلين بس بنستخدمه اورال. انا دلوقتي ان بتوين اتاكس. ماست سيل ستابلايزر هنعرف دوايين، واحد اسمه داي صوديوم هوموجلايكيت وواحد تاني اسمه كيتو تيفان. مشكله الصوديوم بتاع ده اللي هو بيستخدم بس بخاخه اسمها انتال. داي صوديوم هوموجلايكيت بخاخه مش مقبول، مش مقبول للمريض المصري او المريض عموما ان هو ياخد بخاخه عشان عنده بتاع ده، فاهمني ولا حد؟ تقول لك كده هو انا حالتي خطيره استخدم بخاخه؟ على فكره لازم تقنع المريض ان البخاخه ارحم الادويه. يعني البخاخه ده بتشتغل لوكال، لكن الادويه بتشتغل فين؟ ما في الجسم كله. ها فدي اسمها انتال، مشكلتها انها بخاخه مفيش منها على الراس. كيتو تيفين اظن الميزه ان هو في منه الراس وكمان انتي هيستامينيك، يعني هو غير ان هو اصلا ماست سيل ستابلايزر كمان انتي هيستامينيك وفي منه تابلت، فبالتالي هو المفضل. دي مجموعه اسمها كرومونز جروب. يعني بص يا دكتور، انتي ليوكوترينز مونترال كاست، مونترال كاست اسمه في الصيدليه كاست، كاست كي اي اس تي كاست كده. هذا بيستخدم وانس ديلي وده اسمه انتي ليوكوترينز. اشمعنى اشتهر على ليوكوترينز؟ معايا اكتر؟ بس انا باكد لا ده ولا ده يستخدم ديورنج. انا لما بدات في الاول بيتا 2 اجونست كان في منها فاريشن الانتي كولينرجيك الامينوفيلين في منه فاريشن تستخدم ديورنج الاتاك، لكن ماس سيل ستابلايزر وانتي ليوكوترينز واي جي اي الحاجات دي كلها بتكون ان بتوين اتاكس تمنع بس. طيب اسمه كاست في الصيدليه اي جي اي انتاجونيزم، انت يعني حاجه ضد انتي اي جي اي، انتي بايولوجيكال ايجنت، انتي اي جي اي. ها اسمه ايه بقى؟ ام علي زومار. ماشي كده؟ ها ماشي املي زومار. ما تصحى يا مان يا رفعت مالك دلوقتي هتموت ايه؟ ايه؟ نوبة تانية كده احفظ كده ديبريشن النوبة اللي كان عندكم وصايف سايكاتري نوركو ديبريشن في الامتحان مش كده؟ نوركو ديبريشن؟ نوركو ديبريشن فعلا؟ صح؟ طيب دي سنسيتيشن ماشي. ستيرويدز بص يا دكتور لو حصل فشل في الحاجات دي كلها ان هي تعمل كنترول الاتاك ما تجيش بستخدم مين؟ بستخدم الاستيرويدز. الاستيرويدز ممكن استخدمها بطريقتين، يا اما استخدمها انهاليشن يا اما استخدمها اورال. بس في حاجه ده بعد الفشل بتاع ايه؟ بتاع الاخرين. ما انا مش عايز السايد افكت بتاعت الاسترويدز. الاسترويدز لو استخدمتها بالبخاخه ليها جرعتين، ليها لو دوز استرويدز انهاليشن وليها هاي دوز هتحفظهم. اللو دوز 800 مايكرو والهاي دوز 2000، هيبقى في لو دوز وفي حاجه اسمها هاي دوز انهيلد استرويدز. في كده يا اما جرعه صغيره يا اما جرعه كبيره. ممكن استخدم اورال تابلت دي المشهوره اللي هي البريدنيزولون، وانا بعمل ايه؟ ببدأ أجرب.